فرصة من جديد والكرة في الشباك. جول. يمكن أن تضيع. إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحة لكي نستمتع بكرة قدم. والتسديد. كرة في المرمى. جول. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، فقد كان عليه قوي جدا. دفاع جيد هنا رغم انه ياتي من لاعب هجومي. يستعيد الكره بعد ضغط قوي. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كانت انطلاقه مميزه لكن المدافع كان له راي اخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. تمركز أهم صفة للمدافع، توقع ممتاز هنا، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. كرة عالية، باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. دفاع يشتت الكرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. بينية رائعة، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. يستعيد الكرة بسرعة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. نيمار، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. جارث بيل يستلم الكرة من الخلف. ما الذي حدث هنا؟ كيليان مبابي. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. الكرة تصل إليه. والكرة بعد ذلك فيها تسلل. There will be 1 minute added time. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. تحكم رائع في الكرة. كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. كوادرادو. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ إمكانية تسديد. يعود بالكرة للوراء، يبعدها عن مناطق الخطورة.
Son Heung-min. The attendance for this match was 70,987. يلعبها في المساحة. يسعون لاستغلال المساحة الخالية. وينجح في استعادة الكرة السريعة. نيمار. المكسيك كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن. لديه حلول كثيرة. فرصة من جديد. والكرة في الشباك. جول. يمكن أن تضيع. إنهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال المساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة. هنا يجب أن تسديدة إلى خارج المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. انخطفت الكرة. يلعبها ببراعة. دفاع رائع هنا يستحق التحية بصراحة. ردة فعل سريعة ودفاع مبهر في الحقيقة. الركنية الأولى في المباراة. يلعبون ركنية قصيرة. يلعبها طولية. يسيطر على الكرة. يحصل على المساحة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم المباراة يخرج الإنذار. سون هيونغ مين. بينية جميلة. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. مهارة غير عادية بالكرة. ويعود بالكرة إلى الوراء. يمر ويلعب كرة بينية. لمسة على اليسار. وانتهى انتهى انتهى المشوار. حقق الفوز بعد